بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاقتباس عن النهاردة بسيط جدا، بيقول لك whatever you are be a good one، يعني أيا ما كنت كن جيدا. إيه معنى الكلام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أيا ما كنت كن جيدا، المقصود بينها من الآخر كده اللي هو يعني أي حاجة أنت تكون عليها حاول تكون كويس فيها، حاول تكون أنت شخص كويس. يعني دلوقتي أنت طالب، خليك طالب كويس. طب أنت دلوقتي زوج، خليك زوج كويس. دلوقتي أنت مثلا خاطب، خليك خاطب كويس. دلوقتي أنت مثلا خطيبة فلان، خليكي خطيبة كويسة. دلوقتي انت بقيت موظف، خليك موظف كويس. بقيت مدير، مدير كويس. بقيت رئيس، رئيس كويس. بقيت دكتور، دكتور كويس. بقيت مهندس، مهندس كويس. بقيت سباك، سباك كويس. بقيت صنايعي، صنايعي كويس. هي الفكره يا جماعه معناها ايه؟ الفكره كويس دي المقصود بيها ان انت تشوف اصلا ايه الكويس هنا عشان تعمله. يعني هضرب لكم مثال بسيط. دلوقتي انت بقيت زوج، تقعد مع نفسك كده وتقعد تسال المختصين بقى في الموضوع، هو الزوج الكويس بيعمل ايه؟ الزوج كويس مثلا مش بيضرب مراته، الزوج كويس بيحترم اهل بيته، الزوج كويس بيوفر لقمه العيش لاولاده، مش بيحسسهم دايما بالعجز. مثلا الزوج الكويس مثلا بيكون رفيق مع مراته، بيكون في خدمه اهل بيته. الزوج الكويس مثلا بيتفق من الاول مع مراته على الحياه الزوجيه تبقى عامله ازاي وشروط الحياه الزوجيه تبقى عامله ازاي. حلو قوي، يبقى انت كده جمعت الزوج كويس بيعمل ايه، عشان كده لما تيجي تعمل بعد كده وتبقى زوج هتبقى كويس. فهي الفكره دايما شوف المرحله اللي انت فيها ايه وخليك كويس فيها. انت دلوقتي طالب، ازاي ابقى طالب كويس؟ معلش صوتي على استاذي، احاول احضر دايما بدري. ايه كمان؟ طب احاول دايما اكون مجتهد. طب انا بجتهد ليه؟ عشان اشتغل مثلا الشغلانه الفلانيه. طب انا عايز اشتغل ايه؟ اشتغل دكتور. طب مثلا ربنا وفقني بقيت دكتور، ازاي ابقى دكتور كويس؟ ما اطلعش اسرار المرضى، اكون منظم، احاول ابتسم في وش المريض، اخفف عنه، اضحك معاه شويه، عشان المريض ده بيبقى عنده هم كبير، لو لاحظت ان هو غلبان شويه اشيل منه سعر الروشته واصرفها له انا كده. بحاول دايما في اي مكان، المكان اللي انت فيه يعني تكون ايه، تكون الشخص الكويس في المكان اللي انت فيه. بس كده، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام.